وصباح الخير على مشاهدي النهار اليوم، وأهلا بكم إلى موجز التاسعة. ونبدأ من محافظة الإسكندرية، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع غيط العنب، والذي يقع ضمن خطط تطوير العشوائيات بالمحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه. ويقوم المشروع الذي استغرق تنفيذه عامين على مساحة 12.3 فدان، ويتكون من مجمع سكني يضم 17 عقار بإجمالي 1632 وحدة بقوة استيعابية 9000 مواطن، وكذلك مستشفى به 150 سرير، ومجمع عيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوية، ووحدة طوارئ. وليس بعيدا في البحيرة، حيث قال المتحدث باسم المحافظة إن حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيدة ارتفع إلى 169 جثة بعد انتشال 5 جثث جديدة، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وأخرى لشاب من محافظة الغربية جرى التعرف عليهما وتسليمهما إلى ذويهما بعد إذن النيابة، بالإضافة إلى 3 جثث لأفارقة أحدهما سودانية. وإلى الأزمة السورية، حيث اتهم مبعوث كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتهموا روسيا بالوقوف وراء الهجوم السوري على حلب، والذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي، وأسقط أمس فقط 90 قتيلا. وفي جلسة لمجلس الأمن حول حلب لم تسفر عن شيء في نهايتها، قال سفير روسيا إن بلاده لا تزال ترغب في وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية. من جانبه دعا مندوب الأمم مصر بالأمم المتحدة، دعا موسكو وواشنطن لتنحية الخلافات جانبا، حفاظا على الشعب السوري. من ناحية أخرى، وصلت 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى 4 بلدات سورية محاصرة للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قوافل الإغاثة سلمت إلى مضايا والزبداني بالقرب من دمشق، وإلى قريتي الفوعة وكفاريا في إدلب شمال غرب سوريا. اتهم رئيس اليمني عبد رب منصور هادي المخلوع علي عبد الله صالح انه سارع بتسليم الجمهوريه الى الحوثيين وتحالف معهم لصالح ايران. من ناحيه اخرى، قتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثيين، واصيب 14 اخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومه في مدينه تعز. يستعد المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية الجمهورية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لأول مناظرة تلفزيونية بينهما اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك أنه سيعترف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل في حال انتخابه.
رفعت السلطات في مدينة شارلوت جنوب شرقية الولايات المتحدة حظر التجوال الذي تفرضه بعد التظاهرات التي شابتها أعمال عنف احتجاجا على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة. ويذكر أن الولايات المتحدة تشهد على مدى 4 أيام حوادث عنف بين عمليات طعن وإطلاق رصاص أسفر عن مقتل وإصابة نحو ما يقرب من 20 شخصا. وفي المجر قال قائد الشرطة هناك إن قوات الأمن كانت المستهدفة من تفجير قنبلة محلية الصنع بوسط العاصمة بودابست، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الهجوم نفذته منظمة مسلحة أجنبية. وحددت الشرطة مشتبها به كان في مسرح الجريمة قبل وقوع الانفجار. أما عن حالة الطقس فيسود اليوم طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. وتسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 30 والصغرى 21. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم، والعودة بعد الفصل للزميلة أسماء مصطفى، ونهار جديد، إلى اللقاء.